أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا وفقنا إلى حقوق طريق المستقيم ببركة خلق القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. وعفنا يا كريم وعفنا يا رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وشرفنا بشرافة القرآن، وأدخلنا الجنة مع القرآن، وأدخلنا الجنة مع القرآن، وأدخلنا الجنة مع القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ببركته. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شافيا، وعلى الصلاة نورا، وعلى الستر وحجابا، إلى خراج كل هدرين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلام، وبكل بسم. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين، وانزل وزراءه، واكتب السلامة علينا والحجاج والمسافرين والمقيمين في برك وبهرك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بالقرآن، وعمنا بالغفران، وفقنا بالإحسان، واجمعنا على الإيمان، واجمعنا. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاءنا، وشفاء لصدورنا، وكاشف كربنا وأحزاننا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وفهمنا منه ما قرأنا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار أبدا ما أبقيتنا، واستعملنا بخير برحمتك يا رب. اللهم اشف به مرضانا، وعاف به مبتلانا، وارحم به موتانا، وحينا وتمم لنا يا الله. اللهم اجعل حجة لنا لا حجة علينا، وشهيدا لنا لا شهيدا علينا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويحرم حرامه ويقف عند أجابه، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. ربنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حسن مقاصدنا، وبلغ مرامنا، وقض حوائجنا يا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول. اللهم يا الله أمتنا على دين الإسلام، اللهم أمتنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، ورزقا واسعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وتوبة نصوحا، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم إنا يا الله نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،
والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين